اللي بصوتنا متغير قولي ايش اصابك شكمالية اعلانات لبسوا هذا ضعف رابك انت مو بندر الاول متغير ملي عارفين والواد اللي ما يهاب الموت اللي كنا داعمينه ما في خصم الا دقه وخلى الناس تشكوا رجع ناس من اعتزال عشان يسبوا ويحتكوا هو ولا شاغل باله طبق كل اللي قالوا في ناس كثير في الساحة بتغني بس هو لحاله رجعنا نسمع راب بعد ما عفناه شفنا شي جديد ما عمرنا شفناه كان مختلف ما هو زيهم زي ومزيهم وكان الصاعب صاعين قام مزمر في حيهم اللي في كم ساعة واللي في كم يوم واللي في اسبوعين وكون دايم تردد عندك السن بسن وعين ما انكر انك في الساحة غصب بس صمت وطربت ويا ما في الليركس ده السمت هم فؤادي تفكيرهم محدود بيحطوا القيود وانا فؤادي عيني شفت الجوع واقع مو مسموع ما حد عاش حياتي ليالي ضيق هموم صبر صبر ايوب وبرضو راضي انا بكيفي لجادي لا تملي لا تلوم انت اللي قلت ما جلك لو اخش تبيدة ايش بك ساكت ولا عشانك طلعت في كم جريدة ولا عشان ماله شهرة وراكب اغلى حديدة كلامك يتغير يتبدل زيه زي الموسيقى لو انك تبغى هرجة يروح ببعدك روح غرامة نص مليون والعمر في الحبس يروحي وعارف اني في السحابة الصمت في الورق كمان بصمت انا اتكلمت لما الكل اختار الصمت ما جليته موضوع منتهي شئته ام ابيته ما حد غير اللي همه ايجار يبغى يبني بيته خلاص فهمت اللعبة صار سهل اني العبها كوشت اللعبة صعب مرة عليا تلعبها والإنسان ما يموت وهو ناقص عمر والمصيبة ما حتصيبك إلا إذا ربك أمر وليش أخاف دام الموت نهاية المطاف ليش أخاف قل لي ليش أخاف هم فؤادي تفكيرهم محدود بيحطوا القيود وأنا فؤادي عيني شفت الجوع واقع مو مسموع ما حد عاش حياتي ليالي ضيق هموم صبر صبر ايوب وبرضو راضي انا بكيفي لا تجادل لا تملي لا تلوم البند الخامس فين ولا نسيته ولا بس تعرف تردد على الستيج نحن الفيتو ولا كلامك بس كان كلام في توقيته قلتوا ما تيبوا شركة ايش بكم رضيتوا البند الخامس على الرد مستحيل يطبق دام عندي جمهور يصير العكس كلام اللي يطبق لو مفاهم اوعيك كل القوة في يدي انا التالنت محترف عارف حقوق ومعرف حقي ومع الشركة داخل رابر والالبوم شراكة اقول لك فهم اللعبة تقدر تقول تيكي تاكا ولا تحرم دقدق صعب اي شي يزوق قبل الاحتراف كان الاستديو في سوق ولما نزلنا ألبوم جاب أكثر من مليونين ما صارت في الخليج لو صارت قل لي فين لازم نؤمن بالله ولازم نرضى بالأقدار ولازم نرضى إن الدنيا ما تبغانا إلا كبار هم فؤادي تفكيرهم محدود بيحطوا القيود وأنا فؤادي عيني شفت الجوع واقع مو مسموع ما حد عاش حياتي ليالي ضيق هموم صبر صبر ايوب وبرضو راضي انا بكيفي لا تجادل لا تملي لا تلوم ده انا وهذه شخصيتي في عيونك وبايع قضيتي يقول لك انه عينك هدف نجم وما بتخفي صيتي لا حد يتدخل في شخصيتي ما حد يديني رسوم هويتي ابويا قال لي قبل موته قالوا لعيبة لكن خرفوا الشبيبة ديبها راسي كيف تجيبها أجر الجمهور واللعيبة ولد حارة تسوي خدمي على خدك تلقى قدمي القوة في قلبي ما هي في بدني ساحات للحكم حكم